جعجع سيدخل بالتسوية ويخضع للسعودية. جوزيف أبو فاضل يطلق مواقف لافتة. استغرب المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل كيف لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن يشهر سلاحه بينما هناك هدنة في المنطقة بين السعودية وإيران، معتبرا أن جعجع سيدخل في نهاية المطاف بالتسوية التي ستحصل بين الكبار. وفي مقابلة عبر سبوتشات شدد أبو فضل على أنه إذا طلبت السعودية من جعجع انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية سينتخبه جعجع على الرغم من رفضه له اليوم، تماما كما انقلب على رئيس عدل حريري بناء على طلب السعودية، ليؤكد الأخير على إثره أن جعجع غدر به وفق أبو فضل. هذه التصريحات تأتي على خلفية المواقف الأخيرة التي أطلقها جعجع ضد فرنجي ولجوئه المتكرر إلى التذكير بمواقف سابقة أطلقها الأخير. من هنا قال أبو فاضل: رهانات جعجع لم تكن يوما صائبة، وهو دائما يسعى لحماية إقليمية ودولية، بالتالي هو يتقدم عن غيره إلى أن تأتي التسوية ويسير بها، وهو لا يمكنه ألا يسير بالتسوية. ما في فيتو على حدا إلا على مرشحين ممنعة أكيد وعلنا وبشكل كتير واضح وبشكل كتير صريح. هلا الآخرين بس بدنا نستعرض تنشوف خي كل واحد شو مستعد قادر على هاللعبة. انت بدك حدا قادر، ما بدي اجيب بكل صراحة بالدرجة الأولى، حد قادر بده يكون يعرف، بده يكون يعرف كتير اشياء بالأخص إدارة اللعبة، بالأخص بده يعرف بالاقتصاد إذا في يعرف، بالمال إذا في يعرف، إذا في يعرف هيدي شغلته جهاد أزعور، المال المال والاقتصاد شغلته أوكي، بس بدك تشوف قديش قادر يكون رئيس جمهورية. يتزامن ذلك وتحركات سياسية داخلية يقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في محاولة لكسر الجمود وإيجاد تسوية رئاسية، وآخرها زيارة سيقوم بها إلى معراب، وذلك بعد لقائه السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في منزله بالربيع. وبحث بوصعب مع شيا في مجمل الأوضاع العامة، كما تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة، وفي مقدمتها الملف الرئاسي، حيث كان تشديد على ضرورة إيجاد مخارج للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. أنا ما حكيت بالأسماء ولا بدي أحكي بالأسماء، ولا حكيت بموضوع بمين بتمشوا بمين ما بتمشوا، لأنه الموضوع أكبر وأعمق من أنه نكون عم نناقش أسماء. لو الأسماء كانت بدها تمشي، بعتقد الجهد اللي انعمل من قبل غبطة البطريرك بموضوع الأسماء ما قدر يوصل لاسم مشترك بين الأفرقاء المسيحيين، وإذا هيدا ما قدر عمله الإنجاز سيدنا البطرك، بعتقد من الغلط أنه نبلش نحكي بموضوع الأسماء بمين بتقبل وبمين ما بتقبل. بس ما هي رئاسة الجمهورية، هي بالنهاية في اسم بده يتفق عليه للدليل. رغم هذه الإيجابية لا يزال التعنت سيد الموقف، فقد أكد رئيس جهاز العلاقات العامة في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كيوميجيان أن فريق المعارضة لن يسمح بوصول رئيس من معجن الممانعة، موضحا أن المشكلة مع فرنجي تكمن بانتمائه إلى فريق مسلح خارج إطار الشرعية، وما يقدمه من ضمانات لا يمكن الركون إليها أو حتى مقاربتها بإيجابية، وذلك لاعتبار كيوميجيان أن فرنجي ليس في موقع يخوله إعطاء ضمانات.